أكثر شمال نينوى أسفرت عمليات الجيش عن تدمير 50 آلية لمسلح داعش بعد معارك ضارية. إلى ذلك أكدت عمليات دجلة أنها تمكنت من قتل أكثر من 20 مسلحا في شمال وشرق محافظة ديالى، بالإضافة إلى تدمير 3 آليات لهم. وتؤكد القيادات العسكرية أنها تستعد لساعة الصفر من أجل تحرير محافظة نينوى. القوات الأمنية والحمد لله تمكنت من استعادة المبادرة، وهناك تنسيق مستمر ورائع وإسناد مباشر للقطاعات البرية من قبل قيادتي طيران الجيش والقوة الجوية، ودعم شعبي كبير، وتم استعادة بعض القصبات والقرى في محافظة صلاح الدين. ولاستيعاب أعداد المتطوعين الضخمة في صفوف الجيش العراقي، باشرت مستشارية الأمن الوطني بإنشاء مديرية الحشد الشعبي لتنظيم معاملات المتطوعين بهدف إشراكهم في صفوف القوات العراقية المسلحة، بالإضافة إلى التأكيد على أن هؤلاء سيكونون النواة الأولى للجيش الرديف من أجل مواجهة التحديات الراهنة. نحن نستقبل أسماء المتطوعين، ننظم عملية تعبئتهم، ننظم عملية التحاقهم إلى الميادين، لكن يجب أن تعطى هذه المديرية الفرصة والمجال من خلال التنسيق مع المحافظات. نرجو للسادة المحافظين دور وللمجالس دور، واللجنة المعنية لجنة الحشد الشعبي في كل محافظة هي اللجنة المسؤولة في التدريب وتهيئة المقاتلين. وتفيد المعلومات العسكرية أن العصابات التكفيرية من داعش وفلول حزب البعث المنحل بدأت تتراجع عن بعض مواقعها بعد الضربات العسكرية القاسية التي وجهها سلاح الجو لهذه الجماعات وفي أكثر من منطقة. وحسب أوساط سياسية تؤكد أن العراق يواجه مشروعا أقليميا ودوليا يهدف إلى تقسيمه لأجزاء ضعيفة، لكن من خلال فتوى المرجعية والقرارات السياسية الحاسمة ستضيع الفرصة على مثل هكذا مشروع. وسام التميم، العالم، بغداد. احتشد مئات المتطوعين من أبناء مدينة النجف الأشرف